كمل مع بعض. الفصل السادس، الطلب على النقود. أول حاجة النظرية الكمية للنقود لدى الاقتصاديون الكلاسيكيون. ثانيا، طلب على النقود وفق النظرية الكنسية. طلب على النقود عند الكلاسيك هناخد فيه مدخلين، مدخل المبادلات الكلية بصياغة فيشر ومدخل الأرصدة النقدية بصياغة كامبريدج. الطلب على النقود وفق النظرية الكنسية هيكون بدافع المعاملات، دافع الاحتياط وغرض المضاربة. هناخد أول نقطة، نظرية الكمية للنقود عند كلاسيك هناخد مدخلين فيهم، مدخل المبادلات الكلية بصياغة فيشر زي ما قلنا، ومدخل الأرصدة النقدية بصياغة متلازمة كامبريدج. أول حاجة مدخل المبادلات الكلية بصياغة فيشر. كلاسيك شافوا إن ارتفاع الأسعار في الاقتصاد كان بيرجع إن كمية النقود المطروحة للتداول بتزيد عن اللي بتحتاجه عمليات التبادل. فبتنص النظرية الكمية للنقود إن كمية النقود المطروحة للتداول لا تؤثر على كمية الطلب على السلع والخدمات ولا على كمية العرض من السلع والخدمات، بس هي بتأثر بس على مستوى الأسعار لتلك السلع والخدمات. لو كمية النقود المطروحة للتداول أكبر مما ينبغي الأسعار هترتفع، كمية النقود المطروحة أقل مما ينبغي الأسعار هتنخفض. فالعلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار هنا هي علاقة طردية. المدخل الثاني، مدخل الأرصدة النقدية بصياغة مدرسة كامبريدج. رغم أن رؤية الاقتصادي كامبريدج بتوافق مع فيشر حول أهمية حجم المبادلات كمحدد لكمية النقد للأفراد بيحتفظوا بيها، لكن نوه الاقتصادي كامبريدج على أهمية الثروة اللي بتحدد الكمية دي في ظل أن الأفراد بيحتفظوا بالدخول بتاعتهم في صورة نقود لأداء المعاملات الجارية ويقدروا أن هم يسددوا التزاماتهم المتوقعة وغير المتوقعة. بيرى مارشال ان الافراد بيحتفظوا بنسبه معينه من دخولهم والنسبه دي تتغير مع تغير مستوى الدخل. ثانيا، عندنا الطلب على النقود وفق النظريه الكنزيه. بيرى كنز ان في 3 دوافع للافراد عشان يظهروا طلبهم للنقود. الدوافع دي دافع المبادلات او المعاملات، دافع الاحتياط، دافع المضاربة. الطلب على النقود بدافع المعاملات ان بيكون في رغبه للافراد او المشروعات ان هم يحتفظوا بقدر معين من النقود في صوره سائله. ليه؟ عشان يقدروا ان هم يواجهوا نفقاتهم الجاريه، وبيعتبر هذا الدافع هو الدافع الرئيسي اللي بيخليهم يحتفظوا بارصده نقديه سائله. ونجد ان مبرر هذا النوع من انواع الطلب على النقود هو عدم التوافق الزمني بين المتحصلات والمدفوعات، فده بيجعل الافراد والمشروعات التجاريه بتحتفظ بقدر متوسط من النقود السائله بتاعتهم عشان يقدروا ان هم يسدوا احتياجاتهم اليوميه. ناخد مثال كده بالنسبه للافراد. الافراد بتتسلم مرتباتها بصفه دوريه، ففي احد الافراد بيقدم خدمه انتاجيه لاحد المشروعات مقابل ان هو بيحصل على دخل نقدي مقداره 1200 جنيه. ال 1200 جنيه بياخدهم بشكل منتظم كل 30 يوم. فالفرد ما بيحصل على دخله في وقت محدد، لكن هو بيقوم بالانفاق بتاعه طول الشهر بطريقة مستمرة، فلازم ان هو يحتفظ بجزء من دخولهم في شكل نقدي سائل لتمويل انفاقهم الجاري على السلع والخدمات. ممكن احنا نوضح سلوك الرصيد النقدي للفرد من خلال الشكل اللي قدامي ده. عندي الرصيد النقدي اللي بيحصل عليه الفرد 1200 جنيه في اول فترة الدفع. بيهبط الرصيد ده تدريجيا على شكل خط مستقيم لحد ما يوصل للصفر في نهاية الفترة اللي هي هنلاقيها 30 يوم. بنلاحظ ان هبوط الرصيد ده بشكل خط مستقيم بيعتمد على افتراض ان الانفاق الفرد الرصيده بيكون بمعدل يومي ثابت، يعني ال 1200 على ال 30 يوم بيصرف 40 جنيه في اليوم. وتيجي عندي حصيله الدخل التالي، فبنبص نلاقي ان الرصيد بيرتفع مره تانية اللي هي عند شهر عند اليوم 30 في الشهر اللي هو بيقبض فيه الرصيد بتاعه 1200 جنيه. طيب الرصيد النقدي المتوسط هنا 1200 على الاثنين اللي هو بيساوي 600، فالفرد هنا بيحصل على دخل قدره 1200 جنيه. هلاقي هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه على الشكل اللي فات. الرصيد بتاع الفرد 1200 جنيه بيهبط تدريجيا بشكل خط مستقيم. احنا افترضنا ان هو بيهبط بشكل خط مستقيم لان هو بينفق الرصيد بتاعه بمعدل يومي ثابت ال 1200 على 300 اللي هي 40 جنيه. تاني حاجه، الطلب على النقود بدافع الاحتياط. بنلاحظ ان الافراد بيحتفظوا بالنقود مش عشان خاطر المبادلات بس،
إنما علشان يواجهوا النفقات الطارئة أو الغير متوقع. فبيعتبر الطلب على النقود بدافع الاحتياط تفضيل، أو بنعبر عليه بحاجة اسمها تفضيل السيولة. لكن بالنسبة للمشروعات فهي بتهدف من وراء إن هي تحتفظ بأرصدة نقدية سائلة إن هي تواجه حالات الطوارئ أو الكوارث إذا طلب منهم نفقات عالية متعلقة بالإنتاج. فالطلب على النقود بدافع الاحتياط والمعاملات يتوقف على الدخل، فبيرتفع الدخل بيصبح في مزيد من النقود ضرورية عشان أواجه دافع المعاملات والاحتياط. أما بينخفض الدخل بيلزم كمية أقل، وبذلك بلاقي أن الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط دالة في الدخل. نبدأ أن احنا نوضح الكلام ده بالمعادلة اللي هي طه بتساوي دال لام دالة في لام. طه اللي هو الطلب على النقود لدافع المعاملات والاحتياط، لام الدخل. ممكن أنا أعبر عن العلاقة الدالية اللي بتربط بين الطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط وبين الدخل زي ما هو مبين بالشكل التالي. بيوضح الشكل الباقي اللي قدامنا هنا، المحور الرأسي بيقيس الدخل والمحور الأفقي الطلب على النقود لدافع المعاملات والاحتياط. عند مستوى الدخل لام بيطلب الأفراد حجم من النقود لأغراض معاملات والاحتياط اللي هي طه. زاد الدخل من لام للام واحد بيزيد الطلب على النقود من طه لطه واحد عشان أمول عمليات المبادرات الشخصية اللي زادت مع زيادة الدخل. طلب على النقود بغرض المضاربة، وبيقصد بين الفرد ويفاضل بين عوائد والتكاليف المترتبة، نظير ان هو يوظف ثروته في بدائل عديدة. وضح كنز ان ممكن الفرد يحتفظ بثروته في شكل نقود او على شكل سندات، فبيختار الفرد للسندات او اختيار الفرد للسندات بيعتمد على العائد المتوقع اللي بياخد شكل فايدة. فالطلب على النقود بدافع المعاملات والاحتياط بيتأثر بالتغيرات اللي بتحصل في الدخل النقدي فقط، لكن الطلب على النقود بدافع المضاربة فبيتأثر بالسياسة النقدية وخاصة سعر الفايدة. ممكن أنا أعرف المضاربة بأنها الفرق بين الثمن النسبي الحاضر والمستقبل لسلعة ما. بيوضح الشكل اللي قدامنا هنا العلاقة بين الطلب على النقود لغرض المضاربة وسعر الفايدة. في منحنى عندي طه 2 طه 2، ده منحنى الطلب على النقود لغرض المضاربة. المحور الأفقي بيمثل الكمية المطلوبة من النقود، المحور الرأسي بيمثل سعر الفايدة. بينحدر المنحنى من أعلى لأسفل جهة اليمين، ده معناه إن في علاقة عكسية بين الطلب على النقود بدافع المضاربة وبين سعر الفايدة. فلما كان سعر الفايدة فيه واحد، كانت الكمية المطلوبة من النقود بغرض المضاربة بتساوي ميم نون واحد. انخفض سعر الفايدة من فيه واحد لفيه اتنين، زادت الكمية المطلوبة من النقود لغرض المضاربة لميم نون اتنين. وده الكلام اللي احنا قلناه على المنحنى، ان عندي المحور الافقي هنا بيمثل الكمية المطلوبة من النقود، والمحور الرأسي هو سعر الفايدة. المنحنى بينحدر من اعلى لأسفل جهة اليمين عشان في علاقة عكسية بين الطلب على النقود بدافع المضاربة وبين سعر الفايدة. عند مستويات منخفضة جدا لسعر الفايدة بيتجه الأفراد إن هم يحتفظوا بالأموال بتاعتهم في صورة سائلة، وبيكون الطلب على النقود بدافع المضاربة لنهائي المرونة بالنسبة لسعر الفايدة. وبتضح ده من حيث المنحنى الطلب على النقود لدافع المضاربة بيتخذ عند مستويات منخفضة لسعر الفايدة شكل خط موازي للمحور الأفقي، وبيطلق على الوضع ده عادة تعبير مصيدة السيولة أو فخ السيولة. وده معناه إن العناصر الاقتصادية بتحتفظ بأي كمية من النقود بتحصل عليها في صورة أرصدة نقدية سائلة معطلة، بتستخدمش أي جزء منها في شراء السندات، نظرا لأن عند هذا المستوى بيكون سعر الفايدة منخفض. كده يكون انتهى جزء النقود مع الجزء بتاع المحاضرات اللي احنا اشتغلناه مع بعض. دعواتنا للجميع بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.